وأسأل الله سبحانه وتعالى كما مستهم النار في الدنيا أن يحرم الله سبحانه وتعالى النار عليهم في الآخرة، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، أما بعد، فقبل أي شيء أحب أن أتقدم إلى أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر بالعزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي المصابين من هذا الحادث وجميع مرضى المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما مستهم النار في الدنيا أن يحرم الله سبحانه وتعالى النار عليهم في الآخرة، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، الحادث الذي حدث في محطة مصر هذا حادث أليم، أصاب الجميع في الضر والأذى ولا شك في ذلك، والأذى متفاوت على حسب تحمل الضرر على المسلمين وعلى الناس الذي وقع عليهم هذا الحادث الأليم. وما رأيناه في المقاطع المرئية وما سمعناه من القصص والروايات المروية وما سمعناه من الشهود ومن المصابين وغير ذلك، وهذا الحادث كله نأخذ منه العبرة والتذكرة، فتعالوا بنا نتعرف بها عجالة ونأخذ منها العبرة والتذكرة. أولا، أخذ العبرة والعمل بالتذكرة والاستعداد للآخرة، لأن الموت لا يعرف أحدا ولا يجامل فردا ولا ينتظر وقتا، بل إذا جاء وقته جاء، لا يتأخر لحظة ولا يتقدم لحظة، لا يعرف كبيرا ولا يرحم صغيرا، بل إذا جاء الموت قضي الأمر. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لذلك نريد أن نذكر ونتذكر الموت كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. نعم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم هادم اللذات، لأنه يهدم كل لذة في هذه الحياة الدنيا. فمهما كان الإنسان ومهما بلغ من منصب ومن جاه ومن مال ومن حياة ومن معيشة، إلا أن الموت آتيه لا محالة، كما قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات وكتب الله عليه الموتة الأولى، أفيحي الله عز وجل أحدا بعده، أو أحيى الله أحدا قبله؟ لا والله، فكل نفس ستذوق الموت لا محالة في ذلك، بل وكل نفس لا تدري أين الأرض التي يموت فيها. فيا أيها الأحبة، نريد أن نتذكر وننتظر ونستعد ونكون على أهبة الاستعداد أن الموت آت لا محالة. القطار وسيلة مواصلات في المجمل آمنة، القطار إذا مشى وأسرع لا يقف لأحد، بل إن الناس تقف له من أجل أن يمر، يأتي بموعد ويمشي بموعد، فهي وسيلة آمنة عند جمهور الناس. ومع ذلك يحدث هذا وهو ليس في طريق بل في المحطة، قضاء الله عز وجل وقدر أن يكون هذا في المحطة. الناس على طريق وعلى سفر، يأمنون من القطار ويخافون من السيارات والحافلات التي تمشي يمينا ويسارا في الطرق. أما الطريق الذي يأمن فيه كثير من الناس هو القطار، ويحدث والناس لم تركب بعد في القطار، ومع ذلك حدث هذا الحادث، فالموت جاء مع هذا الحادث، وكتب على هؤلاء أن يموتوا هذه الميتة في هذا المكان. فسبحان الله العظيم، كنا نسمع عن أناس ماتوا فجأة، عن شاب فجأة مات عن كذا، وليس الخبر كالمعاينة كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا شاهدنا الذين يموتون أمام أعيننا عبر المقاطع المرئية. فيا أيها الأحبة، استعدوا للموت، فإنه آت لا محالة، انتظر. لا تقل أنك لا تغلق في وجوهنا الحياة والآمال والأهداف وكذا، لا، بل قل أنا على استعداد، ومع ذلك اعمل لهذه الحياة كأنك تعيش فيها أبدا، لكن
اعمل لربك كأنك تموت غدا بل الآن، بل الآن. فليس هذا يمنع أننا نعيش في حياتنا كما أراد الله عز وجل، وهذا هو المطلوب. فكم من رجل وكم من شخص مات على معصية، وكم من شخص مات وهو ساجد، أو مات وهو يدعو ربه، أو مات وهو يصلي، وكلنا نريد وندعو الله عز وجل بحسن الخاتمة، فنستعد لهذا الأمر. وقد ذكرت الموت في أول عبرة وأول تذكرة، لأني أعلم أن بعض الناس قد يقلب على هذه الحلقة لأنه لا يريد أن يتذكر الآخرة، لكن هذه هي الحقيقة التي يغفل عنها الغافلون، ويتناساها الآدميون، ولا يذكرها الساهون، بل والله هذه حقيقة، كما قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأعوذ بالله أن أكون أنا وأنتم من هؤلاء. ثانيا، إذا ابتليت بالحرق أو بالمرض أو بحادث أو بمصيبة أو تعثر في دراسة أو فشل في وظيفة أو فشل في حياة زوجية أو شديدة أو مصيبة أو غير ذلك من النوائب والمصائب والشدائد، فلا تتمنى الموت، فلا تتمنى الموت. لا تظن أن الموت سيكون راحة لك إذا أنت فررت من هذه المشكلة، لا تظن ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا تظن أنك بنزول الضر من بأس ومن مصيبة ومن فشل وغير ذلك أنك تتمنى الموت وتفر من الحقيقة التي وقعت بك، بل أول ما يجب عليك في هذا الأمر أن تصبر وتحتسب الأجر من الله عز وجل، وتعلم أن الله عز وجل لا يقدر عليك إلا الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناجي ربه: والشر ليس إليك. فالله عز وجل لا يقدر إلا الخير، ولا تظن أبدا أن الله كتب عليك ضرا قط. نعم، قد يكون مغلف بالمكاره، لكن بداخله ما تحبه أنت، واعلم أن الله عز وجل أرحم بك من نفسك، الله عز وجل أرحم بك من نفسك. الله لطيف بعباده، الله رؤوف بعباده، وكما قيل: رب أمر تتقيه، أي تخافه وتحذره، جر أمرا ترتضيه، أي تحبه وتتمناه وترجوه. رب أمر تتقيه، جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. فقد يكون مغلفا بالمكاره إلا أن بداخله الخير. وقد ذكرنا شيئا من هذا في حلقة حسن الظن بالله عند أقداره المؤلمة، فارجع لها إن شئت. فيا أيها الحبيب، لا تتمنين الموت لمشكلة حدثت لك، أو مصيبة وقعت بك، أو ضر نزل عليك، بل اصبر وارضى. وأذكرك بقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، أي نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون، أي عائدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فمهما حدث لك من مصيبة أو مشكلة أو ضر، فاعلم أن النجاة فيما بعد، واصبر، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى، وارضى بما كتب الله عليك، واعلم أن الله سيرضيك، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة إن شاء الله تعالى. ثالثا، اعلم وفقني الله إياك أن الله عز وجل رضي لنا هذا الدين، وجعل فيه من الرخص الكثيرة التي أكمل الله بها الدين. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك لما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله فقط،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الله عز وجل، قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، يعني يعتبر ثمانية القتل في سبيل الله في المعركة، هذه واحدة، ثم سبع بعد ذلك، وذكر منها: وصاحب الحرق شهيد، وصاحب الحرق شهيد. فهذا فضل من الله ونعمة، لأنه تعذب بالحرق وبالعذاب قبل أن يموت، فإن الله عز وجل بلغه درجة الشهداء في الآخرة ويسمى شهيد الآخرة. أما في الدنيا فحكمه حكم الأموات، أموات المسلمين، بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه، بخلاف الشهيد الذي يقتل في أرض المعركة. ولعل هذا هو الذي يجبر مصابنا في ضحايا هذا الحادث، أنهم ماتوا حرقا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من الشهداء وأن يتقبلهم عنده من الشهداء، اللهم آمين. فرحمة الله خير لنا، قد نحزن على هؤلاء الضحايا ولا بد من ذلك، لكن يجبر حزننا ومصابنا فيهم أنهم ماتوا حرقا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم من الشهداء، ونحسبهم والله حسيبهم في هذه الدرجة بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته. رابعا، هذه الحوادث وهذه المصائب وهذه الشدائد تخرج لنا معادن الرجال. فكم من مصيبة وشديدة تقع أنت أو أنا فيها، وقد لا تجد أحدا يقف بجوارك ويعينك على مصابك ويأخذ بمواساتك، وقد تجد أحدا يعينك ويقف بجوارك وكأنه هو الذي وقع في المصيبة. وهذا ما شهدناه في المقاطع المرئية لرجال بلغت أخلاقهم وشجاعتهم الآفاق، فهذا لا يهمه النار ويريد أن يطفئ النار ويطفئ النار على إخوانه الذين يحترقون أمامه. وشاهدنا آخرين يريدون أن يطفئوا النار في المكان، وآخرين ذهبوا للتبرع بالدم، وآخرين يحملون المصابين، وآخرين، هذه هي الأخلاق التي نريدها في مجتمعاتنا الإسلامية، لا كما هو الواقع إلا من رحم الله، يقول أحدهم: نفسي 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 نفسي، يتقدم على أخيه، يؤثر نفسه على أخيه، وليس هذا هو المطلوب. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه. فهذا تحفيز ودليل على ما ذكرناه في حلقة ماضية، الأخوة الإيمانية، أن نعتصم كلنا بالله عز وجل، وأن نكون يدا واحدة وجسدا واحدة. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلك في حلقة الأخوة الإيمانية، فارجع لها إن شئت. فهذا هو المطلوب، أن نكون كلنا يدا واحدة، نواجه المصاعب والشدائد والحوادث ونقف بجوار بعضنا بعضا، لا أن يقول أحد عن الثاني: نفسي نفسي، لا أنا الأول، لا لماذا هذا، وشمعنا فلان عن علان، وغير ذلك من الأمور التي تدخل الضغينة في الصدور. ولذلك مدح الله عز وجل أهل الجنة فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين. فلذلك أيها الأحبة، نريد أن نفعل هذا دائما وفي حياتنا كلها. خامسا، لا نذم من فر من هول المنظر ومن وقوع الحادث، لا سيما إذا كان معه نساء أو كان معه أطفال يريد أن ينجو بنفسه وينجو بهم، فلا نلومه في ذلك، فإن الفطرة تدل على أن الإنسان قد ينسحب ويفر من هول المنظر ومن فظاعة ما يحدث، طبعا بخلاف الفرار يوم الزحف فإنه من الكبائر، أما بخلاف ذلك إذا أراد أن ينجو بنفسه فلا يلام، أما الذي ساعد وتشجع وغير ذلك فإنه يمدح على ذلك. سادسا، كثير منا يلوم المسؤولين ونسى السبب الرئيسي، سواء كان سائق القطار، سواء كان صاحب التحويلة، سواء كان ناظر المحطة، سواء كان سواء كان سواء كان. أيها الحبيب، ناظر المحطة، سائق القطار، صاحب التحويلة، كل هؤلاء من أفراد الشعب. للأسف الكثير منا يلوم الموظفين أو غيرهم بالاستهتار. أيها الحبيب، هذا منتشر في الشعب كله،
إلا من رحم الله. هذا منتشر عند الناس كلها إلا من رحم الله. أيها الحبيب، لا تلوم فقط سائق القطار، ولا تلوم صاحب التحويلة، ولا تلوم ناظر المحطة فقط، بل أيضا نلوم كل من لم يتق الله عز وجل في وظيفته، كل من يستغل هذه الوظيفة في علو شأنه هو نفسه، وإن كان على حساب ورقاب الآخرين. بل لابد أن نكون كلنا يدا واحدة، بل لابد أن نكون كلنا فعلا نسيجا واحدا، لا أن يتعالى بعضنا على بعض بوظيفته، وأن يطلب الرشاوي، وأن يستغل وظيفته، وغير ذلك من الأمور، كالطبيب الذي يتاجر في أعضاء البشرية، كالمهندس الذي يزور أو يغش في المواد الهندسية أو مواد البناء، وكالصيدلي الذي يبيع المخدرات، وكالمستورد الذي يستورد بضائع هشة ويغش المجتمع، وغير ذلك وغير ذلك من الأمور التي نشاهدها في مجتمعاتنا من هؤلاء الفاسدين، وغير ذلك من الأمور التي تحدث. حتى أننا إذا ذهبنا إلى بعض المصالح الحكومية لا يمشي طلبك حتى تقدم شيئا من أجل أن يمشي طلبك، وإن لم تفعل لن يتقدم، وإن شكوت عليه تجد وتجد وتجد. لذلك نريد حقيقة أن نقف أمام هؤلاء، ولابد أن نبدأ بأنفسنا أيها الأحبة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلابد أن نبدأ بأنفسنا. وذكر أحد الكتاب الغربيين أنك إذا أردت أن تغير مجتمعك فابدأ بسريرك، فابدأ بسريرك، لا تبدأ بنفسك بل ابدأ بسريرك، لأن أول ما تستيقظ منه وتريد أن تغيره وأن تصلحه ما هو؟ هو سريرك الذي كنت عليه. فلابد أن تبدأ بسريرك، وتبدأ بنفسك، وتبدأ بأسرتك، وتبدأ بمن حولك. ثم إذا فعل كل واحد منا هذا الأمر، والله وبالله وتالله لا يصلح الله عز وجل هذا المجتمع، ولا بد، لأن كل واحد منا أصلح نفسه ووقف أمام الفساد. فلا تقول: وماذا أفعل، وما علي أن أفعل، هو طلب مني، هو لا تعين الفاسد على فساده، لا تعين الفاسد على فساده. واعلم أننا لابد أن نغير هذا الأمر، وأن نقف مع بعضنا البعض في وجه الفساد الذي انتشر بين أفراد هذا المجتمع إلا من رحم الله. سابعا، الحوادث التي تحدث يظهر فيها عورات، ويظهر فيها سوءات، ويظهر فيها موتى ومصابون، وغير ذلك من الأمور التي نشاهدها والتي نتألم من رؤيتها، لا سيما مع إخواننا المسلمين وما يحدث في هذه الحوادث. فكف عن تصوير هذا. يعني أنا رأيت مقطع يقول: انظر الرجل يحترق، الرجل يحترق، هو يصوره ولم ينزل إلى نجدته، ويريد أن يسبق كل الناس بتصوير هذا الرجل. سبحان الله العظيم، أين ذهبت الآدمية فضلا عن الإنسانية، فضلا عن الإسلام الذي بيننا، أن نعجل في نجاة هذا الرجل وفي نجدته، أما أننا نصوره وانظر الرجل يحترق، الرجل يحترق فقط، سبحان الله العظيم. لذلك لا نصور إخواننا وأحبابنا في حادث طريق، في حادث قطار، في حرق، في كذا، ابتلينا بالتصوير في هذه الأمور ولا داعي لها أبدا. واعلم أن الذي حدث له الحادث لا يحب أبدا أن يصوره أحد في هذا الوقت وبهذا المنظر. وضع نفسك مكانه، ستجد الكره والبغض لمن يفعل هذا لك. لابد أن نأخذ العبرة من كل حادث ومن كل موقف، ونعلم أن هذه تذكرة وذكرى للأحياء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.